فيها فؤاد، اول ما الجواز اتم هعمل لك اللي انت عايزه. هو انت مش مأمني ولا ايه؟ لا انا ما قلتش كده على فكره، بس الحكايه مخلصه نفسها يعني. مروه وجاسر موافقين، يعني مش ناقص غير ان احنا نحدد ميعاد الفرح بس. ماشي. عموما عايزك في حاجه تانيه خالص. تأمرني. عايز اعرفك على رحاب. انت غالبا تعرفها، شفتها مع ناس اصحابنا. وعارفها كويس. تعرفها منين ان شاء الله؟ ما هي رحاب دي خلتها تبقى شفيقة الخياطة. فين الإجابة؟ تعرفها منين؟ هتفرق معاك يعني؟ أوه كتير. معلش استحملني، أصل أنا فضولي شويتين. ماشي يا سيدي. شفيقة دي معرفة قديمة أوي، نعم الشقاوة. هو أنت ما بتعتقش؟ عارف إنك أنت معجب برحاب دي جدا، عشان كده كنت بتحاول دايما تخوف جاسر إنه يقرب منها. تفضل نفسك السكة، تحط الكورة، تسنتر الدنيا وتظبطها، وهوب تشوط عشان تجيب جون. صح؟ تعملش نفسك صايع يا فؤاد. لا صايع، وانت عارف كده كويس قوي. انا عازم مرحبا على الغدا، عايزك يعني تهتم بيها وتاخد وتد معاها في الكلام. بلاش بقى جو عم الصغنون ابو دم خفيف وجو البصبصه ده. المفروض انك كبير العيله. اوعدك يا نور احاول. لا حاول تصر انك تحاول تشتريه. حاول. ماشي يا فؤاد. الو. الو. ايه يا مروه، انت في اوضتك؟ اه. طيب انا عازم رحاب على الغدا، عدي على خطيبك بقى هاتي في ايدك. حلوه خطيبي دي. الله. وبعدين بقى ده انا حتى قاعد مع ابوكي، مش خلصنا الموضوع ده؟ خلاص يا سيدي ما تزقش، يلا هلبس وانزل. سلام. سلام. انا هطلع بقى عشان سايب رحاب بره، ما يصحش. لا استنى، ما يصحش ايه؟ اللي ما يصحش بجد انك تمشي من غير ما تكتب لي الشيء. دمار البيت يا نوح، ما تخليك حقاني زي عمك. يا مشيها كده. حاضر حاضر يا فؤاد.